أهلا وسهلا بكم لثاني درس عن توزيعات Elementary OS Luna. هذا الدرس سنخصصه لكيفية تخصيص هذه التوزيع. الدرس الأول كنا تعرفنا فيه عن نظرة عامة عن هذه التوزيع، ما هي البرامج الافتراضية التي تأتي معها وما هي مميزاتها وإعداداتها الافتراضية. قبل أن أبدأ في هذا الدرس أرجع لبعض الأشياء التي لاحظت في الدرس الأول والتي تلقيت بعض الأسئلة عنها. أول شيء خاص بالتحميل، التحميل مجاني. من يلاحظ هذه $10 في موقع التوزيعات هي للتبرع فقط، يمكنك عن طريق الضغط على download Luna for free تحميل التوزيعة مجانا. الشيء الثاني الذي تلقت أسئلة عنه هو المشكلة الخاص بقائمة التطبيقات، فحين نضغط على المؤشر في اليمين تظهر القائمة في اليسار في النسخة العربية. هذه علة تم الإبلاغ عنها وتأكيدها من طرف المطورين، أي أنها مسألة وقت فقط حتى يتم إدراجها في تحديث للتوزيع. إلى الأخرى أيضا تم الإبلاغ عنها وسيتم إصلاحها قريبا. الآن نبدأ بإمكانيات تخصيص هذه التوزيعة. بعض الإمكانيات تعرفنا عليها في الدرس السابق كانت خاصة بتغيير الخلفية. لدينا ثلاث إمكانيات، إما تغيير الخلفية من الخلفيات الموفرة افتراضيا أو من مجلد الصور الخاص بنا الموجود على مجلد المنزل، أو اختيار كاستم لاختيار خلفية من القرص أصل. سأغير الخلفية لخلفية أخرى مثلا هذه الخلفية. وكنا رأينا أيضا إمكانية التحكم في شرائط بلانك سماته وحجم الأيقونات، لكن هذه الإمكانية تبقى محدودة جدا حيث أنه لتخصيص سنتطلب لتثبيت برنامج يسمى بـ Elementary Twix. هذا البرنامج مطور من فريق تطوير التوزيعة ويمكن إضافته وتثبيته بالطريقة التي ستظهر لكم على الشاشة الآن، حيث نضيف مخزن المجتمع الخاص بتوزيعة Elementary، نحدث النظام ونثبت البرنامج. الأوامر يمكن نسخها من موضوع الكتاب المرافق لهذا الدرس. بعد التثبيت سينضاف لقائمة إعدادات النظام Twix هو البرنامج الذي نتحدث عنه الآن، ومنه سيمكننا التحكم في العديد من الأشياء الخاصة بالتخصيص. لإضافة السمات والأيقونات فيمكن أن نتبع نفس الطريقة التي رأيناها في دورة جمال لينكس والتي سيظهر لكم رابطها على الشاشة الآن، لكن أنا سأضع في الدرس الكتابي عدة أوامر لإضافة مخازن وتثبيت سمات وأيقونات موجهة بالأساس لهذه التوزيعة وتتوافق مع تصميمها. بعد إضافة تلك السمات والأيقونات سيمكننا التحكم فيها وتغييرها من برنامج Elementary Twix. لدينا إمكانية تغيير سمة الجزء العلوي للنوافذ، مثلا سأختار لاين السمة الخاصة بالماك لنرى. أيضا هذه السمة يمكن اختيارها من هنا فيتحول شكل التوزيع لشكل مشابه تماما لتوزيعات أو لنظام الماك. بالنسبة للأيقونات هناك عدة أيقونات، أيضا سأضع روابط تثبيتها في الدرس الكتابي. مثلا هذه الأيقونات جميلة تظهر على هذا الشكل، بالنسبة للملفات فعلى هذا الشكل. يمكن تثبيت العديد من الأيقونات الأخرى كما قلت، سأضع روابطها في الدرس الكتابي. أن كي لا أطيل فقط سأرجع الأيقونات لأيقونات Elementary. توجد أيضا الفينزا هي مشابهة لفينزا المشهورة، إذن سأرجع الأيقونات لElementary. بالنسبة للسمات أيضا توجد سمات أخرى، بلو من السمات الجيدة، شامبان وميلك وبلاستيكو ووايت، فهي أيضا من السمات الجيدة سواء بالنسبة للجزء العلوي أو النوافذ كاملة. لدينا أيضا إمكانية التحكم في مؤشر الفأرة، يمكن اختيار مؤشر فأرة آخر. يمكن أيضا التحكم في هذه الأزرار التي تظهر هنا، فافتراض ظهر زرين فقط على هذا الشكل، زر الإغلاق وزر التكبير. يمكن من هنا اختيار طريقة أخرى لإظهار الأزرار، مثلا في ويندوز أو الماك تظهر الأزرار بثلاثة، أو كاستم يمكنك هنا إدخال مثلا كلاوز مينيمايز وماكسيمايز لتظهر على هذا الشكل. إذا هذا كان بالنسبة للسمات والأيقونات. الآن بالنسبة للخطوط، حين تثبت اللغة العربية تنضاف معها عدة خطوط عربية يمكنك اختيارها بسهولة من هنا. إذا الخط وحجم الخط وهذا الزر فهو لإرجاع القيمة الافتراضية. Animation فالتوزيعة تعتمد على عدة تأثيرات، مثلا حين تقوم بغلق فتح أو قفل النافذة فهنا يمكنك تغيير مدة تلك التأثيرات أو إلغاء تفعيلها تماما. نفس الشيء بالنسبة للظل الذي يكون على جوانب النوافذ يمكنك إلغاؤه أو تغيير قيمته. Shortcuts هي لإضافة اختصارات خاصة بلوحة المفاتيح افتراضيا، يعني يوجد اختصار واحد فقط هو لفتح الطرفية Ctrl Alt D.
هنا بعض التغييرات أو بعض الإعدادات المختلفة خاصة ببعض الأشياء، مثلا حين تقوم بالضغط مرتين على الجزء العلوي للنافذة ماذا يقع؟ يقع تكبير النافذة، وهكذا يمكن أن تغير فيها ما تشاءون. الآن ننتقل لبلانك. هنا لدينا إمكانيات أكثر للتحكم في شريط بلانك، هذا الشريط السفلي. يمكن أن ندخل حجم الأيقونة يدويا، يمكن أن نتحكم في نمط الشريط. أنا أختار دائما نمط Intelligent Hide، حيث حين يكون للشريط مساحة كما الآن فهو يظهر، وحين أقوم بتكبير نافذة أو يكون لدي نافذة أو شيء تأخذ الشاشة كاملة فهو يختفي، ويمكن أن أغيره بالتأشير عليه. بالنسبة للسمة أيضا سأضع روابط لإضافة سمات خاصة ببلانك، فسمتين مارك هذه السمة، وسمة ترانسبارت يمكن أن تكون على هذا الشيء، يمكن أن تستخدمه منها ما تشاء. أيضا لدينا في بلانك يمكن أن نغير المكان، يمكن أن نضعه على اليمين أو على اليسار، أنا سأتركه في الأسفل. والاليمنت هي المحاذاة، يمكن أن تضع المحاذاة على اليسار ليأخذ جهة اليسار، أنا سأتركه في الوسط. وهنا في الأسفل لدينا زرين يمكن أن نفعلهما، هما هذا الزر الذي تلاحظون الآن، لدي زر مساحة العمل هو هذا الزر كما تلاحظون، فهو يمكن من التنقل بين مساحة العمل شبيه بواجهة جنوم شيل، حيث لو قمت بفتح أكثر من نافذة على هذا الشكل. الآن نلاحظ هنا في الأسفل لدينا النوافذ المفتوحة، يمكن أن أجر النافذة من مكتب إلى مكتب آخر، وينضاف دائما مكتب جديد يكون فارغ. لو قمت بإرجاع النافذة يقوم بالحذف. إذن هذا هو الزر يسمى مساحات العمل، هذا الزر يمكن أن نفعله أو نلغي تفعيله. والزر الآخر هو الخاص بالديسكتوب، هذا الزر لإظهار سطح المكتب، وحين نقوم بالضغط عليه مرة أخرى يظهر النوافذ المفتوحة. إذن يمكن تفعيلهما من هنا، أو يمكن استخدام اختصارات لوحة المفاتيح للتحكم فيهما. بالنسبة لمساحات العمل فيمكن أن نظهرها عن طريق الضغط على Windows S، وبالنسبة لإظهار جميع النوافذ المفتوحة فنضغط على Windows W فتظهر جميع النوافذ المفتوحة. الآن نمر لإعدادات بعض البرامج، حيث ربما لاحظتم أن مثلا في مدير الملفات لا توجد هنا إعدادات خاصة بكيف أقوم بتغيير إعداداته. نفس الشيء بالنسبة للطرفية، لا توجد إعدادات خاصة بالطرفية، لو أردت أن أغير السمة أو الخط فهذه الإعدادات موجودة في برنامج Elementary Tweaks. بالنسبة لمدير الملفات وهو Files، فهنا الإعدادات الخاصة به يمكن أن أبدل من نمط فتح الملفات أو مجلدات بنقرتين إلى نقرة واحدة، ويمكن أن أغير طريقة عرض التاريخ وحجم هذا الجزء الخاص، الجزء الجانبي للبرنامج. بالنسبة للطرفية يمكن أن أتحكم مثلا في الخط، يمكن أن أغير الخط يدويا مع وضع الخط الافتراضي. يمكن أن أتحكم في الشفافية، لأنكم ربما لاحظتم أن الطرفية افتراضية يعني شفافة. يمكن أن أتحكم أيضا في السمات، توجد عدة سمات مثبتة افتراضيا مع هذه التوزيع، مثلا هذه السمة، أنا سأترك السمة الافتراضية. يعني هذا بالنسبة لبعض الإعدادات الخاصة بالبرامج. أعود لشريط بلانك لأني أريد أن أشير إلى شيء فيه، وهو كيفية إضافة برامج للشريط. لديك إمكانيات، إما أن تقوم بجر مثلا، أن تقوم بجر التطبيق من قائمة التطبيقات إلى الشريط، أو حين يكون البرنامج قيد التشغيل تقوم بالضغط يمين عليه وهنا تفعيل قم بإبقائه على الشريط فيبقى في الشريط حتى لو قمت بإغلاقه. هناك شيء آخر يمكن أن تقوم به بالنسبة لشريط بلانك، وهو إضافة أيقونة بها مجموعة من البرامج. لنرى كيفية القيام بذلك. القيام بذلك يكون عن طريق الدخول إلى نظام الملفات، حيث تنقل بنسخ الملفات أو التطبيقات التي نريد، تنقل إلى User Share Applications، وهنا سنجد اختصارات البرامج المثبتة لدينا. يمكنك أن تختار أو تختار عدة فئات، مثلا الفئات الخاصة بالملتيميديا، الخاصة بالمكتب، تقوم بنسخها جميعها. بعد ذلك تقوم بالرجوع إلى المنزل، تقوم بإنشاء مجلد مثلا سميت مجلد ملتيميديا، وتقوم مثلا بلصق البرامج الخاصة بالملتيميديا فيه، تقوم بإنشاء مجلد آخر أوفيس، وتقوم بنسخ البرامج الخاصة بالأوفيس فيه. بعد ذلك يمكنك أن تقوم بجر هذا الملف إلى الشريط، تظهر هذه الأيقونة. الآن لو قمت بالضغط عليها تظهر لي إمكانية فتح تلك البرامج الموجودة في هذا المجلد. بنفس الطريقة يمكن أن تضيف مثلا مجلد كامل للشريط وتنتقل إلى المجلدات أو الملفات الموجودة به بسرعة، مثلا مجلد المنزل فهو موجود في نظام
أو نظام الملفات. هوم هنا اسم المستخدم خاص بك، تقوم بجره على الشريط مثلا هكذا، فستلاحظ أنه يمكنك الآن الدخول لجميع الملفات الموجودة في مجلد المنزل الخاص بك بسرعة من قائمة أو من شريط بلانك. إذا كان هذه طريقة تشخيص الشريط. نعود لإعدادات النظام، حيث هناك أشياء أخرى ربما أشير إليها فقط بسرعة، وهي الخاصة بسلينك شوت. سلينك شوت هو قائمة التطبيقات، حيث يمكنك أن تتحكم في عدد الصفوف وعدد الأعمدة. مثلا افتراضيا فلدينا 3 صفوف، الصف الأول الثاني الثالث، وفي كل صف لدينا 5 أعمدة، يمكن أن تغير العدد كما تريد. وتلاحظ الآن أصبح لدينا 4 صفوف. هنا يمكن إعادة القيمة الافتراضية. وبالنسبة لوينج بانل سليم فهو برنامج أو أداة يمكن أن تضيفها، سأضع أيضا رابط إضافتها في الدرس الكتابي. لو قمنا بالدخول إليها فهي بتفعيلها تغير هذه الجزء العلوي، عفوا تغير هذا الجزء العلوي أو الشريط العلوي، حيث يصبح صغير كما تلاحظون، فقد يأخذ هذا الشكل. ومن هنا يمكننا أن نغير مكانها في الوسط أو في اليسار، فيمكن أن نغيره من هذه الإعدادات. وهنا لديه عدة سمات يمكن أن نختار بينها، أنا أفضل السمة الافتراضية، أتركها على هذا الشكل. هناك بعض الأشياء الأخرى فهي خاصة ببرامج أخرى، سنتعرف عليها في درس قادم، لأن هناك برامج خاصة بهذه التوزيعة سأشرح كيفية التعامل معها وإضافتها في درس قادم إن شاء الله. الآن نختم بجماليات سطح المكتب. يمكنك أن تستفيد من سطح المكتب بإضافة جماليات عليه، يمكن أن تضيف مثلا أداة كانكي كما شرحت في دورة جماليات لينكس، فأداة كانكي يمكن أن تثبتها وتثبت سماتها وتستخدمها كما في أوبونتو أو من. تشغيل يكون عن طريق ضغط على Alt+F2، هنا أشير أيضا إلى أن Alt+F2 هو مشابه لدخول التطبيقات، فنفس خانة البحث التي يمكن أن تبحث فيها عن التطبيقات هنا يمكنك أن تدخل بها أوامر، مثلا أمر كانكي لفتح أداة كانكي تضع على هذا الشكل، يمكن أن نقوم بغلقها كل كانكي، يعني سأستخدم أداة أخرى مطورة أيضا من فريق البرنامج، وهي أداة تسمى بجازت، سأضع أيضا الرابط أو أمر تثبيتها في الدرس الكتابي. أيضا نفتح جازت، هي مشابهة لكانكي. يعني هذه الأداة افتراضيا يكون لها شكل آخر، يكون هذه الأجزاء واحدة فوق الأخرى، لكن يمكنك أن تغير مكانها بسحبها، كما تلاحظون هي قابلة للسحب، كل جزء قابل للسحب. ولديك التاريخ، حالة الجو، لديك الملفات المستعملة مؤخرا. هنا حين تقوم بالضغط على ملف ويفتح، وهنا لديك الأخبار، هنا تقوم يمكنك أن تغيرها بيدك عن طريق الضغط على أو الدخول لإعدادات النظام. حين تقوم بتثبيت الأعداد ينضاف لك هذه الإعدادات كالن نيوز، ومنها يمكنك التحكم في إعدادات الطقس، تغير المكان الذي توجد به، درجة الحرارة التي تريد أن تستخدم سيليسيوس أو فارنهايت. RSS نيوز، فهنا يمكنك أن تغير ما هي الأخبار التي تريد أن تظهر لك على سطح المكتب، وأيضا وتيرة التحديث. يمكن أن تضيف البرامج التي تريد، مثلا كأداة كازت أو كانكي للبرامج التي تبدأ افتراضيا عن طريق الدخول إلى أداة النظام، تطبيقات بدء التشغيل، ومن هنا أضيف وتضيف في الأمر مثلا كازت، والاسم تعطي كازت وتعليق أي شيء. فستجدون أيضا في درس كانكي كيفية إضافة أمر خاص لفتح كانكي. بهذا أكون على ما أعتقد انتهيت من هذا الدرس. كما في الأخير دائما أتمنى أن تقوموا بنشر الفيديو والمساهمة في نشر القناة، الإعجاب في حال كان هذا الدرس نال إعجابكم، والاشتراك في حال كنتم تريدون متابعة بقية دروس هذه القناة، قناة المجمع. إذا نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.